قايل لي هالرصاص سلو موشن وبايع لي الحباية بمية دولار. حباية بمية دولار؟ ليه؟ حباية الفيل الأزرق؟ هلأ روح اجهزه، راح عندكم الأمير بالليل. هو بيقول لنا روحوا عشان تستعدوا للعشاء مع الأمير بالليل. ايه لكن يلا بس حوش لي حباية والنبي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نرحب اليوم بانضمام إخوة جدد إلى ولايتنا المباركة بور عماد. هو بيسجل مسلسل إذاعي ولا إيه؟ قدرات خارقة. أعانهم الله ووفقهم للشهادة والجنة. يلا بسم الله سموا واعزموا على إخواتكم. السلام اتفضل. عليكم. السلام عليكم. هو أنا اللي مسطول ولا ده أي كلام فاضي معقول؟ الأمير بيشوف ناس إحنا ما نقدرش نشوفهم عشان هو أعلى مننا في المرتبة. طب ما نعلي إحنا المرتبة. هو بيشتغل دجال ولا مشعوذ؟ يا ابني اسكت. أميرنا حبوب بارك الله فيك يا أمير، يا أميرنا وجعلك ذخرا للأمة يا علم الأمة. أنتوا عارفين إن أنتوا من دخلتكوا عليا قلت العيال دول مصريين جدعان قوي، وانت بالذات أسامير. ايوه يا برنس. أسامير. ايوه يا برنس. أسامير. هو انا رديت عليه ولا لسه؟ رديت ما ترد تاني يا اخي. ايوه يا برنس. انت بتفكرني بنفسي اول ما جيت. كنت عامل دماغ زي كده يا برنس اول ما دخلت الاماره. هاني ايوه فين دقنك؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ انا قلت اسبق انا يعني يهدي ده والمسيح الحي ده. ليله اقل بهاء من هذه الليله. انت تعمل ايه؟ بلغوش. معذره يا مولاي انها لا تطلع. والله انا كان نفسي دقني تبقى طويله واخفف الجناب واعمل ستايل كده، بس انت عارف ربنا ما بيديش كل حاجه. كان قلبي حاسس اهاني قرب اقرب احط إيه؟ ايدي. كان قلبي حاسس. اميرنا استاذنك في سؤال. لقد قزنت لك. لا 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 كده كتير. ايه قزنت؟ ما فيش حاجه اسمها قزنت ده، ولا في تركيا ولا في ايران بيقولوا كده. تداعي لغوي مولانا. هل يا ترى انت كنت في بداية طريقك جندي زينا كده؟ لا جندي زيكم ايه؟ انتوا جاتلكوا على التبطاب. انما انا ايه؟ انا كافحت وديتها لحد ما وصلت لفوق لفوق. وطبعا اهاني هتسألني انا وصلت لفوق ازاي؟ انا كان عندي بيزنس كبير قوي. يلا يلا اهو قربي يا عروسة، قربي يا حجة. اتنين ونص بنخسر، على رأينا ما بنخسر. كل ما البيزنس بتاع ما كان بيكبر كل ما كانت الحكومة تحط عليا، وخصوصا واحد ابن حرام اسمه الأمين سيد. فضلوا يحاربوني وانا حاربهم، هم يحاربوني وانا حاربهم، هم يحاربوني وانا حاربهم، لحد ما قررت اهج واسيب المنطقة. وخدت عهد على نفسي ما رجعش البلد دي غير وانا حوت كبير. محدش قادر عليا، لا وزير ولا رئيس ولا حتى الامين سيد. يا جماعة اراضي تشني واراضي تجيبني، لقيت نفسي في الامارة وبقيت جندي في سبيل الله. عايز ايه؟ اللي لقيت وبقيت؟ الراجل ده تونسي ولا مصري؟ هو مصري بس بيعط شقاف. معذرة يا مولانا، بس برضو حضرتك ما قلت ليش انت بدأت حياتك كجندي وكيف وصلت الى قمة الامارة. كويس انك سألتني يا اهاني. انا ما سألتش يا جدع. صمتك سؤال جوايا. دي كانت رحلة عنيفة ومعركة جديدة قوي. انا كنت قاعد في السوق بطمن على تجارتي اللي كبرت بفضل الله لخط من قدامي. مين يا أميرنا؟ جنرال أمريكاني. بنخسر جنرال. جنرال بنحبك بنحبك كجنرال. قرب هنا العب وعيش باتنين ونص ألوانك يا جنرال. العب يا جدعان إسعاف يا جدعان. يا خلي حد يجيب لنا إسعاف. إسعاف يا جدعان. الجنرال بيموت. الجنرال مات. الدم ضرب في دماغي شبيه المدفع. رحت مخلص عليه، ومش بس هو، قتلته هو ورجالته واحد ورا التاني، وقدمت راسه بعد ما ذبحتها هدية للخليفة. وادي حكايتي مع الولاية. الله،
حكاية جميلة جدا يا مولاي. يعني نقدر كده نعملها والعياذ بالله فيلم؟ سؤال أخير يا مولانا، لماذا سميت بور عماد ببور عماد؟ كويس إنك سألتني يا هاني. أيوة أنا اللي سألت. مش في بور توفيق وفي بور فقد وفي بور سخنة؟ انت بتقطعني كتير يا سمير. لا اقصد سمو الامير، لا اقصد. انت عارف انا سميتها ليه بور عماد؟ على اسم الحبوب عماد ابن ام سيد. بقول لكم ايه، مبروك عليكم. على ايه يا امير؟ احنا عندنا هنا في الولايه ما فيش حد بيقعد فيها من غير جواز، لازم تديها على طول، وكل واحد فيكم ليه اربع زوجات. الله اكبر ولله الحمد. ومش بس كده، انا منقهولكم على ذوقي تفصيل يعني. معلش يا مولانا، هو انت بتتكلم جد ولا ده اختبار قوه التحمل؟ انت ليه بتاكد الشكوك اللي جوايا؟ مش عايز تتجوز ولا ايه؟ لا لا لا، ما تشكش ما تشكش، انا بس قصدي يعني انا عن نفسي محتاج سنتين ثلاثه اكون نفسي. يا جدع تكون نفسك ايه؟ انت ما قريتش شعارنا في الولايه؟ شعارنا في الولايه بيقول دبل في المنابل وقلب المحابل. ايه ده، العروسه حامل؟ عروسه حامل ايه بس؟ ده قصدي يقول لك يعني العكس في التاكس والمرتى في قعر الحلقة. يا سيدي انا بكلم نفسي، انت بترد ليه؟ انا افتكرتك بتكلمني. لا بكلم نفسي. ابو البراء احضر العرانيس. عرانيس؟ ده هجيب بانجو كمان. اهاني. ايوه. دبل في المنابل وقلب المحابل. حط التوابل. حاضر. الله، الثلاثة اجمل من بعض. من بعض ايه؟ انت شايف حاجة؟ انا هاخد اللي على اليمين بمشيئة الله. يا ابن الابلسة، ده انا كنت حاطط عيني عليها، بس مش مهم، حلال عليك. لا حلال عليك. لا 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 حلال عليك. انا هاخد اللي في الشمال، اصل انا بحب الشمال قوي. اتفضل انت، انا هقعد بس اقرا شويه وبعدين اجي انام. اوعى تضعف، اوعى تضعف، ما تغلطش. بقولك ايه صحيح يا مدام هاني؟ مدام هاني؟ نهار اسود، ايه القمر ده؟ هو انت اسمك ايه؟ محسوبتك سالي. محسوبتك؟ واضح من الشبحانه اللي في كلامك كده انك مصريه. اه يا اخويا مصريه. بص حضرتك، يعني انا عايز افهمك ان انت مش مغصوبه على اي حاجه. يعني انت مش عاوز؟ لا ده انا هموت، هو انا جرافيكس بس يعني زي ما تقولي كده، الجواز اللي حصل ما بيننا ده يعتبر باطل. يعني انت ستيل سنجل وانا ستيل سنجل، تقدري تكتبي كده على الاكونت بتاعك، مش هزعل طبعا. ليه يا اخويا، هو انا مش عاجبك ولا ايه؟ ده يا ستي انت قمر، بس زي ما تقولي كده يعني انا عندي معتقدات غير المعتقدات اللي عندك، فلو حصل علاقه ما بيننا هيحصل مشاكل وممكن تبقى فتنه طائفيه. من الاخر كده انا غير العالم اللي بره دي خالص، انا مختلف. مختلف؟ طيب مختلف. فهمت ايه دي؟ طب بقى بمناسبه الاختلاف بتاعك ده، ما تقول لهم يعني لو عايز حاجه. عاوز ايه؟ الله يخرب بيت قالك، هو انت هتجيبي لي مصيبه؟ يا ستي روحي نامي وخلاص. خش خش نامي لو سمحتي. الله يخرب بيتك، يعني هبقى مسيحي وشمال؟ انت مش عايزاهم يموتوني، انت عايزاهم يعملوا عليا تجارب.